مسرور لعبها العيد اللعبه الان منحصره في نص ملعب وعاليه وماجد براسه والجول وجول وجول حطه ماجد ما يلعب هدر ممكن نشوف الكره دي ثاني بدايتها كثير رفعت عيد الصغير لماجد عبد الله براسه على يسار مقراف ويسجل ماجد عبد الله الهدف النصراوي الاول بعد 19 دقيقه من الشوط الاول.